يسعدنا في هذه اللحظات أن ينضم إلينا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن ساعد رئيس نادي الهلال. سمو الأمير، بداية نرحب بك عبر شاشة السعودية الرياضية، نحييك ونقول لك ألف حمد لله على السلامة. الفوز الهلالي في مباراة اليوم، يعني الكل لاحظ، يعني دخل هذه المباراة وفي رصيده فوز في مباراة الذهاب وخمسة أهداف، ومع ذلك لم تؤثر على مستوى الفريق الهلالي في مباراة اليوم. اليوم كان في مباراة كبيرة، الحمد لله رب العالمين. احنا كنا حريصين على ان احنا نتأهل بالفوز، سنحت لنا عدة فرص. مباراة كانت جميلة مفتوحة من الفريقين، النصر كان لابد يفوز، واحنا سنحت لنا عدة فرص وهم سنحت لهم فرص، وساعتقد ان فرص الهلال كانت اكثر. المهم ان احنا تأهلنا للنهائي، تفكيرنا الان منصب على مباراة النهائي. طيب سمو الامير، يعني قبل دخولكم هذه المباراة الكل كان يتوقع الفوز الهلالي والتأهل للنهائي، كيف تعاملتم مع هذا الوضع؟ يعني ألا كنتوا تخشون التخدير الإعلامي قبل المباراة؟ لا، ما كنا، احترمنا النصر، النصر فريق يستحق الاحترام، ولعبنا وفق إمكانياتنا والحمد لله رب العالمين، ربي وفقنا، ونسأل الله رب العالمين أن يجيب علينا توفيقه في المباراة النهائية إن شاء الله. طيب سمو الأمير، يعني بصراحة متى شعرت بأن الهلال طرف يعني في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؟ لما جاء الجول الأول في مباراة اليوم. نعم. طيب سمو الأمير، يعني حول ما يتعلق باللاعب أحمد الفريدي، يعني نحن نعلم ونثق تماما بالأخلاق العالية للاعب أحمد الفريدي، المهارة العالية التي يتمتع بها اللاعب، لكن هناك من يقول بأن هناك مشكلة لدى اللاعب بعد حصوله على بطاقتين حمراويين في مباراتين متتاليتين، كيف تعاملتم مع اللاعب؟ ما في مشكلة، طبعا هذا الأمر تكلمنا مع اللاعب وحثناه على ضبط أعصابه، هو لاعب متميز، ولكن الحماس اللي فيه أحيانا يزيد على الحد المطلوب، ما يترجم حماسه أحيانا لما هو مطلوب من لاعب كرة القدم، يتعدى إلى أنه يتعصب بسرعة ويأخذ كروت. لفت انتباهه، هو اعتقد احمد مستقبله واعد وكبير، ولاعب من اللعيبه اللي يعول عليهم لصالح الكره السعوديه وليس الهلال فقط. طيب اخيرا سمو الامير، هناك حديث حول ما يتعلق باللاعب خالد عزيز وانتقاله الى نادي الشباب، ما صحت هذه الاخبار التي يعني تناولتها الايام الماضيه الصحف ووسائل الاعلام؟ هذا الامر ما هو صحيح باختصار. شكرا لك سمو الامير. نعم متابع.